حكم كبيرة كاينة في هذا الفيديو هذا، ولكن أهم حكمة فيهم هو أنك إذا تبعتي الشغف ديالك غادي يوصلك، غادي يوصلك، ولكن سوا سيغ أنك غادي تعذب وغادي تكرفس وغادي تفقد الثقة في نفسك بزاف ديال المراحل. ولكن إلا بقيتي دائما مآمن بأن داك الشغف ديالك غادي يوصلك، سيغ غادي يوصلك. وهاهما تجارب بزاف بارطاجيهم بزاف ديال الشباب. هو سوينغا بارطاجا بزاف ديال التجارب، سيمو لايف لي لايف ديالو بارطاجا بزاف ديال التجارب. تبع الشغف ديالك غادي يوصلك، ولكن راه ميمكنش يوصلك الا بقيتي انت ناعس وتتسنى الامور تقاد. نوض تحرك، قاد الامور من جهتك، وربي سبحانه وتعالى راه غادي يسر لك الامور. كما تنقولوا دائما ملي تيكون التلميذ واجد الاستاذ تحت. وعاوتاني ما تسناش غير التحفيز باش تنوض تحرك، لان التحفيز تيكون واحد الشحنه ديال الادرينالين، الادرينالين ديالك تطلع وتتقول وي انا ممكن ندير هذه القضيه. اللي خصك دير هو هادشي اللي نقول لك في النكست. اللي خصك دير هو هاد المعادلة السهلة جدا تطبقها في أي حاجة في حياتك. المعادلة تتقول أن خصك تبدا بالظن. أنا ظنيت أن هاد المجال هذا هو اللي غنقدر ندير فيه شي حاجة. من بعد الظن تندوز للفعل، تندوز للبراتيك، تندير شي حاجة، تيك أكشن. ومن بعد الفعل تندوز نشوف النتيجة. هاد النتيجة ديال هاد الفعل ديالي شنو هي؟ تنشوفها، يعني كاينة نتيجة، كاينة رياليزاسيون. ومن بعد هاد النتيجة هادي كتجي واحد المرحلة سميتها تحليل. تنحلل هاد النتيجة هادي، تنشوف واش داكشي اللي ظنيتو كاين ولا ما كاينش. إلا كاين مزيان تنعاود عاوتاني وتنأوبتيميزي وتنصايب. إلا ما كاينش تنفهم علاش ما خرجاتليش ديك النتيجة ديالي. دونك كاين شي غلط وتنعاود نكوري. مثلا إلا بغينا نأبليكيو هاد لا غيكل هادي في الإي كوميرس، الظن ديالك قال لك بانك ممكن دير شي حاجه، بان هاد الناس اللي نجحوا في الاي كوميرس ما فايتينك بوالو، بان هاد الناس اللي داروا ريزلتا واعرين في الاي كوميرس حتى انت تقدر ديرها. دونك انت فتي المرحله ديال الظن. دونك دابا خصك المرحله ديال التطبيق. الا بغيتي دوز للتطبيق سهله جدا، دخل لهاد اللين هذا غادي تلقى سيمو لايف شارح لك كل شيء، ما خلي لك حتى شي حاجه ممكن تقلب عليها. وكما كيقول هو ابليكي غير داكشي اللي داير تمايا غتنجح في الاي كوميرس. دونك انت دزتي المرحله ديال التطبيق، كرييتي ستور في يوكان، مشيتي لونسيتي الادز، جاو المبيعات مزيان كونتيني، ما جاوش المبيعات اناليزي علاش ما جاوش المبيعات. ابليكي غير داكشي اللي داير تمايا غتنجح في الاي كوميرس. دونك انت دزتي المرحله ديال التطبيق، كرييتي ستور في يوكان، مشيتي لونسيتي الادز، جاو المبيعات مزيان كونتيني، ما جاوش المبيعات اناليزي علاش ما جاوش المبيعات.